والعبيد عمالين يضربوا. ده المخرج ده جامد عظيم، ده عباس العقاد ده. ها عباس العقاد ده شغل العظيم الثقيل ده بتاع عباس العقاد. ها؟ لا افهم ما تقول، ما هذه اللغوة؟ تعال هيا بنا ساروي لك حكاية في الداخل. في الداخل تعال تعال. انت ليه حافظة الدور؟ مية مية. الديكور ده الديكور ده حلو قوي. اقترب. مين اللي عمل الديكور ده؟ ايش يا سونا؟ استاذ عباس العقاد هيبقى جاي دلوقتي. بس بصراحه بقى انت عارف اللي عجبني في الموضوع ده كله والتخطيط ده المهندس الديكور. مهندس الديكور فظيع. ما رايك؟ هذه خيمتي. ايوه يا زمن الفن الجميل. هذه ليلتي أم كلثوم، هذه خيمتي وحلم حلو لي هو ده. أعني أن هذه الخيمة هي لإسعاد الرجال وإمتاعهم. زاد فل زاد فل. لا تقلق بمبلغ زهيد.